السلام عليكم، ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم تلقاكم كامل بخير وفي احسن الاحوال. حبيت اليوم نتقاسم معكم تجربه عجينه البيتزا المجمده. بارفوا نحطروا البيتزا وتبقى لنا هكذا كره عجين ما نستعملوهاش. الوغ جربتها، خبيتها في الكونجيلاتور، بعدها حضرت بها بيتزا رائعه وكاني حضرت العجينه في وقتها. قلت لما لا نتقاسم معكم هذه التجربه. ربما تكون مراه عامله تحب دير تحضير مسبق للعجينه باش تلقاها واجده، ولا وحده ما يكونش عندها الوقت تو. الوغ قلت انا نحضر معكم هذه البيتزا تاع اليوم. حضرت عجينه بيتزا اللي كنت خبيتها في الثلاجه، وحضرت ثاني عجينه بيتزا اللي كنت خبيتها في المجمد اللي راح نوريها لكم في لا فيديو. بقاو معايا باش تتبعوا كامل الاسرار والخطوات لنجاح هذه الوصفه تاع اليوم. نقول لكم مشاهده طيبه للجميع. نروحوا اول حاجه نوجدوا العجينه. جبت هنا البول تاع البيتخان، كما تقدروا تاني تستعملوا غير يديكم تعجنوا بهم. حطيت 500 غرام او رطل تاع الفرينه، وحطيت معها ملعقه ممسوحه تاع خميره الخبز ما تكتروش بزاف. حطيت ملعقه تاع السكر ماشي معمره، زوج ملاعق كبار تاع حليب بودره او الحليب تاع لحظه، حطيت ملعقه صغيره ممسوحه تاني ماشي معمره تاع الملح. خلطت كامل هاد النواشف مع بعض كما راكم تشوفوا. من بعد زدت زوج ملاعق كبار تاع الزيت. هاد العجينه اقتصاديه معتمده عند لي بيتزيريا. من بعد جبت هنا الكاس الاول تاع الماء اللي يكون دافي، ضفت له ملعقه كبيره تاع الخل اللي راح نعجن به في الاول، ومن بعد نزيد بالتقريب كاس اخر تاع الماء. انتوما ديروا الكاس الاول والكاس الثاني روحوا معاه غير بالعقل، تقدروا تكملوا الكاس تقدروا ثاني ديروا اقل. وراح نتحصل على عجينه اللي تكون مطاطيه إلاستيكية وتتلاصق في اليد. راح ندلكها تقريبا واحد الربع دقائق هكذاك، ندلكها مليح وشوفوا القوام تاعها كي تشوفوها تلصق في القاع تاع البول تاع البيتخان كيما راكم تشوفوا، ولا تلصق لكم في يديكم. هذاك هو القوام تاعها. شوفوا العجينه مليح كيفاش تكون هكذا مطاطيه إلاستيكية. هنا كملت العجن تاعي فوالا. هنا واش ندير، راح نغطيها بالبلاستيك ونخليها حتى يتضاعف الحجم تاعها او حتى تخمر. نحطوها في مكان دافي نخلوها تخمر هكذاك نص ساعه ولا. بعدها شوفوا بعد ما ضعف الحجم تاعها راح نهبطها ونكسر لها الخمور. من بعد راح نلمها ونعاود نغطيها بالبلاستيك الغذائي او لو فيلم الومونتير وندخلها للثلاجه تبات ليله كامله على الاقل واحد 16 ساعه هكذاك. بعدها راح نستعملها عادي. دوك تشوفوا بعد قليل هي راح تعاود تخمر في الثلاجه. ودك تشوفوا بعد غدوه، يعني اذا كنتوا رايحين ديروها في النهار ديروها، حضروا العجينه تاعكم في الليل. اذا كنتوا رايحين ديروا البيتزا في العشيه ديروا العجينه تاعكم الصباح. شوفوا هنا بعد ما خليتها باتت، يعني درتها مع العشيه، الغدوه من داك شوفوا كيفاش لقيت العجينه تاعي ضاعف الحجم تاعها غير في الثلاجه. المهم انكم تغطوها مليح. هنا راهي بارده تكون نوعا ما يابسه كما راكم تشوفوا. هذا بالنسبة لعجينة البيتزا اللي نخبوها في الثلاجة. كما راكم تشوفوا انا قسمت العجينة هذيك 500 غرام، راح ادي لكم ثلث كرات او ثلث حبات تاع بيتزا اللي يكونوا متوسطين الحجم. تسقموا وتشكلوا الكرات تاع العجينة مليح كما راكم تشوفوا. بعدها تجيبوا كمية تاع السميد اللي حبوا البيتزا تاعهم تجي مقرمشة، يعني في القاعدة تاعها وتجي في هذوك الحواشي تجي فيها هذيك القرمشة، يرمدوها في السميد اللي يكون رطب او رقيق. تكونوا حابين تاني تكون نورمال بيتزا عادية ديروها في الفارينة. مهم رمضوها على الجهتين وحطوها في ان بلاطو اللي يكون تاني كنتو رشيتو فيه شوية تاع السميد. ومن بعد نبلاستيفي العجينة تاعي بلو فيلم اليمونتير ونخليها ترتاح مدة ساعة كاملة حتى تدي درجة حرارة المطبخ، ومن بعد خدموا بها البيتزا تاعكم عادي. هذا بالنسبة للعجينة اللي نبيتوها في الثلاجة. اما بالنسبة للعجينة تاع اللي نجمدوها او نخبوها في الكونجيلاتور نحتفظوا بها في المجمد، هذه كنت درت عجينة اخرى بنفس المقادير باش ندير لكم هاد التجربة. ونفس الطريقة كنت شكلت الكرات تاعي حطيتهم هكذا في السميد، وبعدها جبت دي ساك دو كونجيلاسيون وحطيت فيهم العجينة تاعي.
وكملاحظة باش ما تنساوش، لازم العجينة تاعكم تخلوها تخمر المرة الأولى باش عاد تشكلوا منها كرات، يعني نفس الطريقة اللي كنا درناها مع العجينة اللي خبيناها في الثلاجة نديروها مع العجينة المجمدة. شوفوا هنا كيفاش خليت ليسباس، راح نربط الساشي تاعي بهذه الطريقة، ونفس الشيء بالنسبه لكرات العجين الاخرين. هنا واش راح ندير؟ راح نحطهم في الكونجيلاتور، انا خليتهم يومين يعني ابري 48 باش توجد البيتزا تاعي، وراح نشوفوا بعد قليل كيفاش راح نتعامل مع العجينه هذه. الو، بعد ما تجبدوا العجينه تاعكم راح تلقاوها صلبه يعني يابسه كما راكم تلاحظوا، شوفوا معايا مليح، فوالا تلقاوها يابسه وصلبه. هنا واش راح نديرو؟ تعاودوا ترجعوها لو ساك هذاك للساشي وتخلوها مده تقريبا زوج سوايع حتى زوج سوايع ونص هكذاك، على حساب درجه الحراره. المهم لازم العجينه تعاود تذوب وتدي درجه حراره المطبخ، بعدها ترشوا شويه سميد عادي في فوق سطح العمل وتبداو تشكلوا في الخبزه تاعكم تاع البيتزا عادي كيما موالفين ديروا مع البيتزا اللي موالفين تحضروها. حطيتها هنا طبعا في الصينيه، دهنت هنا الاطراف بشويه تاع الماء هكذا بالبانسو باش يعطيني هذاك اللون الدوغي. تحبوا تاني ديروا البيتزا تاعكم محشيه في الاطراف بالفقوماج تاني على حساب الرغبه تاعكم. جبت لاصوص اللي كنت ديجا حضرتها معكم في القناه، تضغطوا على هذه البطاقه الظاهره امامكم راح تديكم مباشره للوصفه تاع الصلصه. بالنسبه لا غارنيتور تبقى على حساب الموجود عندكم في البيت. انا درت فوق الصلصه شويه تاع الفرماج غابي، كان عندي بقايا تاع الدجاج محمر فتتو ودرتو الفوق، زدت شويه تاع الفلفل لي غونديل هكذا تاع البصل، حبيبات زيتون، وسخنت الفرن تاعي من الفوق ومن تحت. من الاحسن طيبوا البيتزا في الفرن تاع الحديد او الكوشه تاع الحديد باش تجيكم كيما تاع المحلات او تقريبا كيما تاع المحلات. وهذه هي البيتزا بعد ما طابت، مدتليش بزاف الوقت تقريبا واحد 8 دقائق هكذاك. درت لها شويه تاع المعدنوس من الفوق، انفيلي دويل دوليف، وتحصلت على اروع بيتزا كوم سي راكم خدمتو العجينه جديده. شوفوا امامكم، راح نقسم معكم تاني هذا المغصو باش تشوفوها كيفاش جات هشيشه. شوفوا كيفاش جات العجينه، بزاف بزاف رائعه. نتمنى الوصفة تاع اليوم تكون عجبتكم، نقولكم شكرا على حسن المتابعة، ما تنسوناش بلايك وبارتاج، وإلى اللقاء في وصفات أخرى بإذن الله.